اليوم شلون الازدحامات ببغداد؟ قافله. ليش؟ ما تعرف شنو الوضع. يعني صار لنا ساعه نايمين بالتقاطع هذا. كل بغداد اليوم قافله. لانه سهل بغداد والله. كل بغداد هسه انا ابو تاكسي 5000 ما مشتغل من الصبح هسه. ليش؟ ازدحام. شنو ما تعرف على شنو؟ ما تعرف على شنو؟ ازدحام يكثر والله. لعب نفسنا من صار لنا نص ساعه بس من هاي التقاطع الهادي اللي هنا وبعدها واقفين والحبل على الجرار يعني. زين انتم هالتاكسيات متأذين من هذا الموضوع؟ هو كله تأدت مو على صعيد العام يعني على شعب العراق كله تأدت من هذا الازدحامات. ليش هاي الازدحامات؟ هو بعد جديد هالحكومه هاي وقراراتها وشوارعها المسدوده بعد موقف غير هذا. يعني موضوع الحظر وغلق الشوارع كله اثر؟ كله اثر حتى كله يعني اثر حتى على الموظف وعلى المدني على الكل. صار شيء عام هذا اثر حتى.